هذا يقول شخص أخذ من شخص مبلغ قدره 300 دولار ثم باعها وكسب فيها، فكم يرد لصاحبها؟ إن كان أخذها من باب المضاربة فهذا على حسب الشرط بينهما، يرد رأس المال ويرد نصيبه من الربح. أما إن كان أخذها من باب القرض، أخذها من باب القرض، فإنه يرد قدر المبلغ الذي أخذه فقط.